النازحون في المخيمات معاناتهم لا تنتهي، ليس لأن تلك المخيمات تفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم، ولا للظروف المعيشية الصعبة وبرودة وحرارة الجو التي لا يمكن تحملها في خيام لا تصلح للسكن، وإنما للإهمال الحكومي المتعمد لهم والذي فاقم معاناتهم. ومخيمات المدينة السياحية في الحبانية شرقي الرمادي في محافظة الأنبار يشكو ساكنوها إهمالا حكوميا واضحا وغيابا تاما للدعم، حتى أصبحوا بين فكي معاناة تتمثل بصعوبة بقائهم في المخيمات وصعوبة عودتهم إلى منازلهم لكونها تدمرت بفعل العمليات العسكرية وضربات العشوائية. مناشدين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إنقاذهم من الأحوال المزرية التي يعيشونها مع امتناع حكومة بغداد عن تعويضهم، واضطرهم إلى البقاء في المخيمات لأجل بعيد. كاميرا برنامج مع الناس دخلت إلى المخيمات ونقلت معاناتهم وشكواهم. السلام عليكم، احنا نازحين من ناحية الثفثاف على المخيمات مال خالدية، يوميا يحولونا من مكان لمكان، يعني شنو احنا طليان يوميا يحولونا من مكان لمكان، رجعونا لبيوتنا وفضل المشكلة، لا احنا دواعش لا احنا وياهم، رجعونا لبيوتنا. والله نعاني من الحار والضيم، وهذا الصيف جانا بق فرد مرة مو بق زنابير ما شاء الله. اي وهسه بدي يحولونا جوا نوب بعد جوا على المخيمات جوا صحراء ذيك بعد ازود، يعني مأساته ازود من هاي. والله منظمات جاي تجينا وتساعدنا، بس والله ما تكفي، والله ما تكفي، لان الموجود بالمخيم راتب ما عنده ولا اكو دعم مثل ماده تا يودي مريض للطبيب او يشتري له حاجه لعياله. والله العالم متحمله هذا الاذيه على مودهم قرب الخالدية وقرب المستشفيات وقرب السيارات. يعني هسه جانا النوب قرار البارحة، والله تعالوا اصعدوا فوق، اذا تروح فوق لازم يراد لك توديك تاكسي وترجعك الخالدية ما ترضى ب10,000، وهنا ما يملك ال10,000 ولا يملك مسواق البيت ما يجيبن، لان المنظمات تجي تجيب لنا، صحيح تجيب لنا الدوشق وتجيب لنا التمنات وتجيب لنا المواد اللي هي اصلا هي تالفة تالفة وما تكفي، ناكلهن جاي ناكلهن، يسمم منا ما يسمم منا ناكلهن من جوعنا مو ناكلهن من بطر. والله لو عندنا إمكانية مثل قبل والله ما نطببهن حتى على بيوتنا، وجزاهم الله بالخير، وأنا كشيم عفنا يجيبون يذبون علينا. بس هل تلا بالمروة الناشد المسؤولين صار لهم 4 سنين ما شفنا منهم أحد، هسا قاموا يطلعون علينا ويشوفونا، هسه شفتونا ما يخالف هذا اليوم بعد لكم الشم يوم تريدوننا، وورا ما نوقع بصابعنا بعد ما نعرفكم، والله نجي على بيبانكم، والله ما بيكم ما حد اللي يرد علينا، والله العدكم الخدم العدكم اللي يفتروا لكم هذولا. انا مني واحد اهلي بالملعب بالرمادي، بيوت 2 واقعات، قراض اللي اشتغل بيهن احرقوهن، وأنا لا عندي داعش ولا عندي معاش ولا عندي شرطي ولا عندي وظيفة، عندي عائلة 70 نفر، أقل من 70 مدري أكثر من 70، كلهم ولدي ولد ولدي، هذولا منين أعيشهم؟ وماكو أي مساعدة، يروحون المسؤولين يوزعون لأصحابهم اللي تعال انتخبك، اللي هو واللي أنا ما انتخبه صحيح، لأن أنا رجل نزيه من انتخب واحد مو نزيه، أنا أنتخب اللي شريف. أكو واحد ما تستاهل تبصم لهم بصمة، لأن وقت البصمة يريدني، ووقت أحتاج أروح على بابا والله ما يطلع علي ولا يقول لي مرحبا، مجند لثلاثة أربعة ما يسولهم حاشة من سامع كيل من خالة. وهسه احنا ظلينا دايحين هنا، الناس الطيبة والخوش وادمها اللي ظلنا نايمين هنا، والحثالة مشايخين بها، لا أقدر أقول لكم أكثر من عيو في أمان الله. والله يا بابا من شنو؟ والله نعاني من كل شيء، هو اللي قاعد بشادر وبهالحر هذا وبهالبهذل هاي، من كل شيء يعاني.
خلونا قاعدين بمكان. والله هي هسه احنا هذا الحر اجانا وبهال شوفت عينك شوادر وبهالبهذله هاي والنوب همات وفوقها تعال يريد والله النوب ينقلونا على غير هم مكان وما بينا حل. خيرنا والله اللي بالله العظيم اكثر المرات تريد تشتري لك كيلو طماطه ما عندك، مين تجيب؟ تعال النوب يرد يقلعونه هيش بظهره بهالبهذله برا، هنا على القليل جا نوصل رايت البيضه للاشوه والله بعض الناس الخيرين قاعد عن طريق العياده الطبيه لو يجون هنا يفترون نعطيهم الورقه يجيبون لنا علاجات ولا نطلع هسه نروح للخالدي هنا الا مامور وتعال مامور ومنين رايح ومنين جاي لا سوانا قصاصه لا سوانا باجات لا سوى وهاي ملقوحين والنوب يريد يقلعونه هيك بظهره بالله ما نقدر يعني الصراحه ما صعبه وهاي طلاب هنا قريبه مدرسه علينا بقريه وقاعد يروحون همات يروحون عليها والمرضى شوفت عينك بهذله وش تسوي يعني هسه توني قعدت والله بالليل كله ما نمت من البق ومن الحر ومن الجسم. والنوب يريد ياخذنا يقلعونا بظهره غادي هيك، احنا تريدون نسوي مظاهرات تعال نقوم نسوي مظاهرات، تعال تقولون هذول مشاغبين وذولا ارهابيين. تعال كل اثنين نطلع مظاهرات هنا ونطلع شو اسمه، روح هناك ما نروح، احنا ظل قاعدين بهذا المكان، يريد شيرد يورونا هنا يورونا هنا، شيرد يسوي شي يحسبونه خلي يحسبونه احنا. عندنا طلاب هنا انا احكي لك عندي 70 نفر هنا شو اسوي بهم اروح انقرع هناك والنوب شفنا ذل بهذا المكان حياتنا ما شفنا ذل مثل ما شفنا هنا جينا طلعنا من هناك تعال نجي يا جاي نقعد هنا نرتاح شو كليته ذل بذل ما شفنا اي شيء زين هنا المريض يطلع يروح وياه عبالك احنا سجناء هنا معاملينك كمعامل السجناء هنا احنا سجن بسجن هنا المريض يطلع ويا مأمور اللي يريد يطلع عنده شغله يطلع ويا مأمور تجي لجنه يقول لك عندهم هويات عندهم قصاصات عندهم شيء يطلعون يقولوا الاداره تقول ايه عندهم كذب احنا هذا الشيء كله ما موجود عندنا نطلع كليته مأمور تعال تروح على المستوصف هذا هي يم الباب الا مأمور يطلع وياه يروح وياه يرجع المره يروح وياه مأمور الدلم يروح وياه مأمور وهو نازح من نفس الحال ايش نحكي ايش نشحن من هاللي يسمع صوتنا ما حد يسمع اي تجي لجان يجون الكبار نشتي لهم ما حد يلبي لنا اي طلب وهذا دحق على عيون امي مات والله ما نمت الليل كله من البق من الحر قاعد برا احنا طلاب هنا المدرسه قريب علينا ودي ياخذونا بالمخيمات فوق والمخيمات ذيك تبعد عن المدرسه 15 كيلو احنا شو جبنا غير سياره شيه وما عندنا فلوس يعني نجي او استحتينا بهاي المدرسه قريب علينا غير ندرس بيها قادم ياخذونا غادي احنا وين ندرس وهنا المدرسه حال زينه ويانا نطلب من القائم مقام الخادين ما ياخذونا من هنا يخلونا بهالمكان حال زين وندرس هنا المدرسه قريب علينا والله جينا من ها والله هاي العيلة هاي كلها تبعي لك الله ومال الله والله لا بديهم شغلة ها طلعون الله والطلاب عندنا 23 طالب والمعلم حياتي وياهم والله يداوم وين نروح عيل وين بيوتنا على الحدود كلية السدة والحدود وخلونا لك الله ومال الله شان يأزل جهالة تريد مصارف وتريد كلها طلابة دقدقة والله عديتهم الصبح 23 طالب لك الله تبعنا وعين المعلم وياه زين وحسن حسناكم وسايساياكم ما تريدون بين احنا هسه داخلين عندكم دخيل مو صحيح ريد غذائية اريد مثل ما قال الله يستر علينا بعيالنا ريد مي بارد يا عيني شو نسوي عزل واو ذا البيوت ولا على الحدود وتلص مجت راحت حتى بيوت. الثلاجات مجمدات كلها اسمع والله ثلاجات مجمدات كلها لهذا الفراش لا تجيب طاري والله معلومه كالبيت وروح شوف اذا احنا ننزل بكلام
اسعد من قفان كم الله. انس شو نسوي؟ متوازين ولا اعطين هين؟ ما يخلونا نطلع والله ذاك النهار بجبار يلا يعني ما يفعلون ينطونا لا قصاصه ولا يخلونا نطلع. وهسه انا جايه راجع والله عندي اطفال همين زاد جاهم الصيف ما عندي هدوم شو اسمهن صيفيات وعندي مثل ما يقول كل شيء نعاني بي لا مي بارد ولا كهرباء صحيح ولا كل شيء ما نقدر نصوم هنا زاد جانا رمضان أنا مريض يعني حيل مو مال يعني فهالساعتي أنا أريد أراجع والله العظيم زلمتي صحيح ياخذ راتب بس أنا عوائل كثيرة كل تجاي يصرف عليها شي يكفيهم الراتب احنا ثمن عوائل شي يكفينا الراتب. خي اليوم ثلاجات لا مبردات والخيام حارة والقارص ما كنا أطفالنا التباكه ومريضين وعندنا شايب بالله صار له ثلاث أيام الليل ما يناموا مريض وهذاك ملقوح بالقاع لا إلا نطلع إلا مأمور ويانا لا عندهم قصاصات لا شيء غير يسووا لهم قصاصات تعاني يطلعون بهن جديد يسوون قصاصات وطلعونا على ديارنا طلعونا اهل هيت ما يفعلون يستقبلونا راح مرة ربعنا وما استقبلوهم شنو الوضع ما ندري احنا لا ويا دواعش ولا ويا شيء وهيك محبسين علينا ما ندري وهاي اللايم كواغد واللايم مصايخ ونحط بالتنور تعال نخبز العجينه لا طباخ عندنا لا غاز عندنا لا شيء عندنا شنو هاي يعني هيك هذا والله لا صحيح ولا الله يقبل بي وبيوتنا وقعت اريد شيء اعوض بيوتنا لا شيء يا تعوضتونا هاي هي بس انطعتونا خلقان البطانيات والدواشك احنا ما نريد بس هذا نريد تعويضة البيوت قياتنا راح نجوى الطين كل القشقينا احنا نريد التعويض تعوضونا تعان ونرجع على بيوتنا احنا من اهل هيت وش مدري راح مرة ربعنا وما رجعوهم يقولوا لهم ما تستقبلكم ديرتكم عجب ما تستقبلنا ديرتنا ما ندري وكل شيء ما عندنا لا ويا الدواعش لا ويا شيء احنا ظلمونا الدواعش وجينا هنا وانظلمنا ازود بالخيم مساعدات يجيبونا بطانيات يجيبونا الاكل جابونا صحيح مو ما جابونا بس نريد ثلاجات نريد مجمدات نريد طبابيخ نطبخ عليهن نريد غاز ما ينطونا على النايلون على البطالة هذا مو صحيح نريد شيء يعني توفرونا تعال ونريد نرجع على بيوتنا ماكو غير هذول اللي يجون ويردون بساعه الساعه يروحون كل شيء ما جاي يجيبونا هاي هي بس جابونا الوجبات وهاي هي اكو مستوصف بس والله هذا المستوصف شنو ما يفيد والله هذا الحج ثلاث ايام الراجع بي الا مامور يا يروح وياه يلا خلونا نطلع ما يفعلوني خلونا نطلع من المخيم تروح على طبيب زين اخصائي شنو اللي يموت هنا ما يصل طبيب بعلاج بس العلاج ما يفيد علاج مسكن هيك مال نريد يعني علاج زين للطبيب للمريض يساعدوه ماكو مساعده ومعانا صحيحه ماكو عنده بدايه جلطه عنده قلب وعنده واللي ما يناموا وهذا كان سيدة مو مصدقوني اروح نشوفه ملقوح وعندي وليد معوق والله هسه كل ساعه يموت ويرد حياه علاج اللي عندي اللي ينطوني اياه ما يفيدوا واشتري من الخارجيه ب 17,000 وانا لو عندي راتب لو عندي شيء منين اجيب واشتري لي ما عندي كل ما انطيهم الورقه قايتوا ما ينطوني علاج يقولون ما عندنا هذا ما عندكم ثاري خلهم البشر تطلع وتشوف حاله لا خلون احد يطلع يشتغل لا خلون ما شيء البشر يعني ولا قصاصه عندهم لا شيء ليش انت ما عندكم ليش ما ربعنا ويانا هم ما عندهم الله كل شيء هم راحهم وما تفعل تستقبلهم اهل هيت ما يفعلون يخلوهم
ولا احنا ويا دواعش ولا ويا شيء، ومظلومين من هاليوم الى اخر يوم. شو نسوي؟ لان النار ابني البارحه وقع عليه شو اسمه من التريله، والله زين ما موت، وقمت اراجع بيه على المستوصف. انا هم صاحب الضغط والله مريضه، ما اقدر اقف على رجلي. وهم قلت لك لا عندنا شيء ناخذه على طبيب لا على شياطين، وزلمتنا بالمعتقل. وهاي جهال عندنا مرضى معوقين اثنين، وإن لله وإنا إليه راجعون. شو نسوي؟ خلونا عاد احنا لا يهدون السجين لا يطلعون على ديرتنا، بس نشوفنا صورة حل المسؤولين. نقول يا اخواني يا اخواني والله مظلومين، خما نبقى مظلومين، شوفونا حال، ترى والله مظلومين من صرنا لحد الان. كافوا يظلم، وين نروح؟ وين وين نروح؟ انتم ما رفعتوا عننا الظلم، والله ان شاء الله يرفع عننا وعن امه محمد. لا ثلاجة عندنا شوي الواحد يبرد له بها مي، لا والله قلوبنا ما نقدر حتى نحكي، والله خلصانه من البكي ومن الظلم الاحنبي. يومي يصعد عندي الضغط وعلاجي غالي، اروح والله العظيم ابو المستشفى البارحه خطيه خذا من عنده جاب لي العلاج، والدكتور انطتني 5000 رديت دزيت على علاج، والله العظيم من عندهم ينطوني خطيه القيمه مالتي العلاج ادز على الخارجيه، ما عندي شيء لدز. اشرب ماي حرق سم بالله العظيم، يومين قرص فوق انا حم، والله ما خلين حتى النوم الليل. عند الطفل والله هذاك وجه احمر من القرص، والكلاب يومية علينا، والله العظيم يومية الكلاب علينا يجين علينا، وما نخبز والله العظيم غريب لون، ويطلع الخبز اسود قوم ناكله. ارى يقبله اخوي اخذه، هو اخذه لا عنده شيء لا هاوية هذي، والله ما طور ما يسوق لا بايسكل ما يسوق، خذوا حالهم علمود تشبه بالاسم واخذوا. وهكل ما نروح عليه وما يطلعوهم بالاسم بالشهرين تطلعوهم مرة بالشمس، الله يقبله ورحت الله ما يقبله. المواد ما تكفيني، ولا اشتري وعوز نوبات اللي احتاج على جاراتي واخذ، وينطوني غير يعني شيء قليل ما يكفيني، ويدي حولونا هناك ما هم احنا ما نقبل بيه. اريد هنا يعني عندي جهال يدرسون والا اجار سياراتهم ما عندي يعني امكانيه، اريد يعني اضل هنا يعني. والله كياس الكبد كياس دمويه، والله اريد اروح امشي وما عندي فلوس يعني امشي راح اتعالج بيه. كم مره هذا الدكتور هنا يقول لي روح، اقول له ما عندي فلوس منين اروح اجي اروح اتعالج، واريد هذا اللي يقول يعني من عندهم هم وشيمتهم مساعدات فلوس ملابس شيء. احنا هذا اللي يقول نازحين دايحين، والله شوف مذيان كلتهم زلم كبار، والله لا اشهد الله عليه لا جبت لهم ملابس ولا والله غير اللابسين ومحجورين، لا قصاصة ينطونه لا شيء، وحتى المواد تجيهن والله ما يشوفون إياها. عليش زين صار لنا 6 أشهر احنا باقين هنا ولا هاي ولا يعني، حتى إذا تجي مساعدات هن ما يشوفونه، لا بالهتمنات وهالطحينات ينطونها حتى ما كفينا الشهر كله، والله ألا نشتري عليهن. وعندي 5 زلم كلت ملا وكلك لا شغلة ولا عاملة جاعدين ويدحجون علي ويدحج عليهم، لا راتب ولا شيء ولا شياتي، وكله ما شاء الله بحفظ الله زين. وبنيتي عزيبه تريد زاد تريد هذا يقول ملابس وتريد اطغار من البناوي، والله العظيم وهذا اللي يقول اريد يعني مساعده من عندهم يعني يساعدونا بفلوس بملابس بمواد، يعني هذا اللي يقول يعرفون بيوتنا عفناها وجينا وين نلقاها راحت هيك على حدود سوريا زا. لا نقدر نرجع ثاني نرجع عليهم، ترى انا باقين هنا بهالمخيم والله كريم. احنا نطالب الاخوة المسؤولين محافظة الانبار، احنا نازحين نهال القائم،
احنا صار لنا هنا 6 أشهر 7 أشهر محجورين هنا، معاملينا معاملة سجناء، لا باج لا قصاصة، تطلع اي هنا تروح على الطبيب اللي يروح وياك مأمور يوديك ويجيبك. احنا جينا هناك عساس طلعنا من الظلم، وجينا هنا عساس نتنفه ونطلع ونشتغل ونروح ونجي، وساجنين هنا وعيشونا مذلة. احنا لو ظلين هيش ميتين ببيوتنا هناك اشرفنا، يعني معاملة سجناء. احنا ايش سوينا؟ عندنا شيء هذي يعني احنا ما احنا مسوين شيء. غذائية ماكو، ما تكفي تعطيك غذائية تكفيك يعني 10 أيام 15 يوم بس زايد، والبقية كلها نشتريها الله وكله. قمنا اللي عنده قرايب يدينوا، والناس يعني تساعدنا مساعدات، تحملنا البرد، تحملنا شتاء طلع، جانا الصيف هسه نريد مبردات، نريد بنكات كهرباء، يعني تجي لك نص ساعة ساعة تنقطع. هذا المولد ما شغله، يابا ليش؟ والله ما عندنا غاز. وين اكو حكومة وعراق واحنا اهل النفط؟ ما عندنا غاز ثاني شغل المولد زين. ويريد هسه النوب يريد يحولونا على مخيم فوق بظهره، لا اتصلوا مي ولا اتصلوا سيارة. اذا تريد اجر سيارة ما ادري بيش، ما عندنا فلوس تاجر سيارات، تريد توديك على الطبيب تروح تجيب مسواق، ولا الغذاء اللي ينطونا اياها ما تكفي. يريد يودونا على المخيمات الفوق، واحنا ما نتحمل الفوق، بعيدة طلاب بعيدة عليهم، ما لازم تأجر سيارة توديهم على المدرسة، ومنين نجيب فلوس تأجر سيارات؟ الطلاب يقول لك والله راح نبطل ما نداوم بعيدة، وراح يحسبون خطا الطلاب وخطا هاي. هل تشوفوها فوق؟ ما احنا عايشين بمخيمات، خلى المسؤولين واحد منهم يجيب عائلته يبيتها يوم بالخيمة ويشوفها شلون الظلام، هذا يتحملها، خلي يجرب ويشوف. وهاي هي، انا عندي 7 أطفال، ما اريد ملابس صيفيه، اريد حفاضات، عندي طفله صغيره اريد حفاضات، اريد حليب، اريد يطلعونا من المخيم. شو نسوي بالمخيم ذاك؟ لا مي لا كهرباء وبعيد، عندنا اطفال بالمدرسه وزوجي ما عنده لا شغله ولا عمل. وين تروحوا؟ مناطقنا ما خلونا نطلع، اهلي صار كوم اريد نطلع ما خلونا نطلع، سوينا قصاصات ها نطلع، صار 4 سنين ما رحت شفتهم، اريد نطلع ما يخلونا نطلع. وين نروح؟ أنا مواطن من جماعة هذا المخيم، نطالب المسؤولين الشرفاء من محافظتنا الأنبار، يعني هذا القرار مال البارحة، تعال والله اطلع من هذا المخيم وروح على غير مخيم، بل ظهر وجانا الحر وجينا هالدبيب، وعندنا أطفال والشباب عندهم مدارس هنا قريبين، على الأقل يبقون هالكم شهر بهالمخيم إلى ما يكملون الطلاب مدرسة، ووراها كل من يروح على بيته. والشغلة الثانية، إحنا مناطقنا حدودية، يأمنون الحدود على حسب الوصول وبطن عيني، أنا أرجع أول واحد ما يضبطون الحدود، لا والله. والخدمات هناك بالقائم بعدها غير صحيحة، يضبطون الخدمات ويفروننا إياها من مي وكهرباء، ويضبطون الحدود على حسب الوصول كلها ترجع، وما نطلع والله من هالمخيم، تعال نروح على غير مخيم بصحراء، ما ادري ايش يصير بينا وبو عوائلنا ونسائنا. والله احنا الزلم نتحمل، اكو مره شويه عن مره تتحمل، بس والله اكو نساء ما تتحمل، اكو اطفال ما تتحمل، ولا هذا المي لا تحكي سالفه، نوب يجي وخمس ايام ما يجي، وهاي المريه شايله سطلها على راسها، وتعال والله تروح تجيب مي من غير حمام، على غير حمام على مود تسبح ولدها. اذا يرضوها الحكومه مالتنا ويرضون بنسائها، احنا ابدا لا والله، من هالساعه نحط ملابس اذبها واطلع مصلخ ارجع لديرتي. قايم
قصاصات ما خلونا، صارنا 6 اشهر قاعدين بالمخيم بدون قصاصات. وطلع الطبيب ما نقدر نطلع الا مامور يودينا ويجيبنا، اهالتنا اذا يطبون علينا ما يخلونهم يباتون يعني الا بالتواسيل. عندي عائلتي نصها ببغداد الله وكيلك يجوني خطار ما يخلونهم يباتون، والله مسؤوليه وما ادري شنو هو. احنا مثل ما يقول جينا من غادي على مود المدارس، هسه انا بناتي يدرسين هنا ورفعن اسماهن على الوزاري، عندهن امتحانات وزاريه، هسه يريدوا يرحلونا ما ادري وين، يحطونا بظهر يلقحونا، مو كافي معاناه. اظهر على الشباب اللي اروح لهن، علش اروح اظهره؟ عود نطلع لهن احسن، خلينا نظل جاهلين ولا علم ولا شيء ولا افضل من هالعيشه وهالحياه. هذا هسه بنات يعني بنات، انا ما عندي الله وكيلك حتى لا شغل لا عمل لا راتب لا شيء. بس احنا يريد ينقلونا، وين نروح؟ هم صار لنا 3 سنين قاعدين، ضاعت علينا المدارس هسه، وين اذا ينقلونا هم راح تضيع علينا هسه، صار لنا 3 سنين قاعدين ما ندرس، شنو ضاع مستقبلنا وضاعت حياتنا؟ شنو احنا ما نقضيها كلها تهجير؟ ما يصير هيك. والله احنا ما تريد ندرس، ضاعت علينا السنه كلياتها، شنو هاي؟ نريد ندرس واذا نقلونا نطلع لها لنا احسن، شنو يودونا على المخيمات وما يخلونا نطلع وتعبانه ما نطلع منها، نبقى هنا احسن يا نرجع لهن. والله اقول لك جهانة تدرس وكهرباء ومي مرتاحين الحمد لله، عال شي يطلعونا من هين؟ ايش يمنا نطلع؟ ما احد يريد يجي هنا حياها الله، يعني ما احنا يمنا خيام فارغه، بس على اساس يرحلونا على هالصحراء ايش نلقى هناك؟ استاذ انا عندي واحد مريض وهسه يعني دحق عليه، عنده كلى وحده وما عنده شيء لاساعده به، يعني راده من طلعه على الخارجيات انا على اربيل على تركيا انا ما اقدر عندي لا تطلع به. ومو عنده جهال، هذا 8 جهال كلهم برقبتي، لا راتب عندي لا شيء عندي، وعنده هسه على عنده 4 بالمدرسه، اذا طلعوهم على المدرسه تعال هسه اطلع من هنا، يا ما لا طلعتهم من هنا اطفالنا انا وانا اروح بيهم. تطلعونا من هنا يطلعونا على ديارنا، احنا 15 شايلين شوالاتنا نلتحم من مخيم على مخيم. انا من غير هذا ما اقدر ابعد بعيد، يعني لمن مو ماي قدامي، انا عندي ابني يبول على نفسه. هسه بطانيات اغسل له، ملابس اغسل له، يعني فرشي يومي اغسله 3 بطانيات 4، وحفاظات ما عنده حصلت ما يمكن ارد له حفاظات له. هسه بشي بشي يلا مش والله من جيرانه جبت له حفاظات لبسته وطلعت عن المدرسه، يبكي ويعان من هالشهاده. احنا ليه انت تدخلونا بهالمتى هذا هيك تعبانين؟ ولا عندنا شيء، لا عندنا شيء ثاني نصرف عليهم، ما عنده لا راتب براش منين يجيب لهم؟ كان عمهم عنده راتب اخذوه ذبوه بالسجن، والله اسم جدك متغير، اللي احنا نريد نتبع جدودنا؟ بالله العظيم ترى مش شايبين مو هذا الحال. هسه من يصرف علينا؟ عندهم عم واحد هسه حاير. حاير بينا 4 عوائل برقبتي وين يروح؟ دحق يعني الخبزه قلنا له نجيب حطب من برا، تنطلع الخبزه ونحطها نخبز على حتى نور الحطب. بالله العظيم مش شايفين الشياب هنا. وهاي عاد تعينونا بهم الله يعينكم. تطلعونا على ديارنا جزاكم الله خير، ايش ما تسوون لنا؟ بس عن الخيامات البعيده وما بها ما الى والله ما نقدر نصلها. احنا نريد مدارس لاطفالنا، اطفالنا يعني عنده 4 5 جهال تروح المدرسه عليهم. عندي هاي وحده هاي الكبرى هسه كان صارت بالصف الخامس. وماكو عندي يعني هم دراسه، عندي واحد عمره 10 سنين راح دراسته علي، عندي الاخر اصغار راح دراسه، احنا ما ضل بهالدراسه هيك. والله العظيم هنا بالمخيم هم يعني نقول شلون ما كان اشوه، بس والله العظيم ما بحالنا درهم، والله ابني ظل يبكي يريد له درهم، والله ما عندنا ربع. وابوي اخذوه، ابوي لو بحالته هاي لو هذيك، والله العظيم اخذوه على مود اسم جده. واحنا عنده 8 بنات، وين نروح؟ وين نروح؟ شلون يعني؟ بالمخيم هنا قاعدين وتعال نريد نطلع، يلا يوم يحولنا من مخيم لمخيم، والله مو سالفه. شلون شو نسوي؟ امرنا لله. يعني احنا دحين عندنا سياره. عندنا سياره بعناها تعال تهجرنا من غادي هنا، طلعها لنا مهربتش هي وجينا بيها. يعني بالله العظيم نحن يعني هسه دحق يعني وانا نروح؟ يعني نهجر انا مشيت من هنا من الجزيره على مشيت بابني تعال نطبي على سوريا، هيك ما عاد نقدر نطبه، رماد بها حرب ما عاد نقدر نطبه، وعندي مريض معاناته كلها باربيل، عمليات 8 عمليات انا مسويت له، شلاله كلها وسعاله مثانه، وهسه اكلته وحده جاءت تصعد اللوريا عنده. يعني البشر يعني ما ترحم بشر؟
ليش عنده مريض ما يرحم بالمريض؟ بالله العظيم الطانع شنو مساعدات؟ مساعدات شنو مساعداتنا؟ تعال هاي الغذائيه ينطونا بالله العظيم ماكو، يعني من مو فلوس يما يصرفونا، احنا شكون نصرف على جهونا؟ ما عنده راتب شنو يصرف؟ ما عندنا مصرف، يعني ما تعانين بالله العظيم مش شايفين شيء. وهو دحق المدارس التاركه راح عليهم، راحت عليهم بيوتنا انهجمت بالله العظيم، انهجمت على القاع، احنا ولا نمشي ولا نمشي ولا نروح، والله ما حد يسال، لا حد يجينا، لا حد يشوفنا، ما حد يجي ويقول ايه هذا تعال يا مره عندك جهال نصرف لكم عليهم شيء. يعني المنحه لله العظيم، المنحه هاي الخطوط المنحه انطاهن لهالعالم، انا ما انطوني، والله اسمي اشطفر يا ما طفر، ما انطفر اسمي اشطفر، خلاني بالله العظيم عندي هذول يدحق عليهم ما اقدر عليهم. انا ادري نقول لهم قوم بعد ديرتكم مو امان، مو امان، احنا شو مدري امان ولا ما جمع علينا امشي واطلع من هنا، طلعونا بليله ظلمه المغرب طلعونا، طلعنا قعدنا بنظهر برا ما مشينا، تعال والله عاد يعني قعد يجينا قعدهم هم بنصوا وهدموا بيوتنا، تعال عاد انا هسه اهدم بيوتنا على حجار كم حجار على القاع، انا لو مشيت وين اروح بظنهم؟ وعنده مرضى عندها هذا الاخر هذول كلهم صغار يريدون، ما حد يجي ويقول لنا شو انتم وش تريدون؟ كان شيء تبغى نقول شلون كان بالصحيح اللي بالصحيح طبعاً على هنشوف بيت ما خلاص صار 18 وتراب وانا عين نص عين عمليه ولا ودوني لسوريا اقسم لك بالله، ها وجلطه وذبحه تريد تشيلونا اليوم؟ والله ما نشيل، تعالوا حطوا جيبوا لنا رشاشه خرطوهم ونروح، هذا الموت ما وعد الله بركه صبر، من خيمه لخيمه تنقلون بينا، وكنا مرضى وغيري هذا زلمتي كلها تشهد يا هذا الخبل، ما عندنا زلمه سبع نسوان احنا، تقبلون بهذا الحكي؟ خلونا الله ساتر علينا بالخيمات، اي لما كل من يرجع ينقشر له الحشم اللي يسمع يا ابويا ما بين حال تلقى التراب وشفته ضيم وظلايم عشر نوبات شلت، ما الله يقبل هيك يعني ما رد لهن بنت بذاك الصوب تجي تجيب لي بق مي بالثنتين احضروني هذول الجيران على العاش، والله بالثنتين احضروني بدها ايش اسمها وين لغات من يوديني؟ ما نروح، كل هالعرب يقول لك ما نروح، عندكم عارض تشيلونا تعالوا كتلونا ما هي يا ميت الام والتيع، ما نروح ايه ما نروح. والقذائيه اقسم لك بالله دزونا التمنات والشايات كبانها معفنات وذبيناها ما بينا من ضعك، جبنا لهم غذائيه وناخذ ورقات وواجفين من الصباح الى العصر ونهن جايفات وذبيناها، اهدا ايش اروح اجيب لك شوفين؟ والله جايفات اقسم بالله، ليش كان لا جابوهن عيب؟ خو ما يدزونها جايفات، فوق ما الله صاقعنا بالمخيم، هاي شغدرك وتشيليب تشفت علينا والله والله، اول البارحه جانا كيلو لحم وفاتن الكلاب وشللنا، ما يصير، حريتكم هسه ترجعونا على بيوتنا، لو تنقلونا النوب، نريد نرجع على بيوتنا، انطونا كتاب تنرجع، مجرمين مو مجرمين، ولدنا مو ويد واعش، فلوس ما انطونا، تمنات جايفات والورقات جايفات والطحينات انطوناها. ربنا نصرف كل المصرف هذا ما نجيب لنا شيء صحيح؟ ما يصير عم لا كحينا هنا ولا طبيب، اريد نروح الطبيب فلوس ما عندنا. بدالك الله لا عامل عندنا ولا شيء غيري هذا السقط. يعني هسه من جابانا بالخيام هنا، انا عندي جلطه الله وكيلك وقع ما اقدر امشي، وزلمتي دكتور هسه اذا شيلونا منا ودونا هناك اياه شنو معناها؟ لا والله يرجعونا لمكاناتنا وما اريد حتى مساعده ما اريد من عندهم، احنا ما اريد كل شيء من عندهم يرجعونا لا ديارنا لا خلينا مسؤولين هنا. احنا وين نروح؟ فوق من الخباز شلت علينا، لا شيوخ ظلت، لا وادم ظلت، لا قيره ظلت، كل شيء ما ظل عليهم. تايح حكون حق الله رجعونا لبيوتنا مقبحة ظلمة، ولا عدنا من اول هجرنا ثلاث سنين حتى هجرنا بها، ما صرنا ويا دواعش، هسه حنصير ويا دواعش احنا.
أماناتنا إلى الجهات الدولية، المنظمات الدولية، المجتمع الدولي، إلى الحكومة، إلى كل الطيبين بالعالم داخلا وخارجا. معاناتنا كالآتي: هسه بالجديد دايريد يرحلوننا من مخيم المخيم، واحنا ثابتين بمكان هذا، ما عندنا مشكلة، راضين بالخيمة وراضين بالحار وراضين بكل الأمور. عندنا طلاب صفوف منتهية، عندنا مرضى قريبة على المدينة، فأني من أنتقل لغير مخيم بالصحراء بعيد مقطوع يعني شون خوبه هذا؟ لا والله يا عمي، جيبوا علينا بنزين وحرقونا وفضت راحت واخلصوا من عندنا. احنا طالب اول نقطه من الموضوع، المواد الغذائيه توزع على المخيمات بصوره عامه ما تكفي، فقره مهمه وخاصه، وطالبت بها انا كذا مره منظمه الايادي الرحمه، سبع نفرات يعطونهم حصه واحده وثمان نفرات يعطونهم حصتين وجبتين هاي الشهريه، تمن عدس شكر زيت ما تكفي. انا واحد من المواطنين والنازحين، الله شاهد ورقيب، قسما بالله اشتري وجبه اخرى ما عندي نيلي لا راتب لا زين. نريد من الحكومه، من السياسيين، من النظامات الدوليه، المجتمع المدني، الصليب الاحمر، ينظر بعطف لهاي الناس المهجره. الله وكيلك، معاقين ما حد دايبا لهم، مرضى مرض مزمن ماكو، كل الامور. وهسه انا بالاخير والله تعال اروح لك قسري الغير مخيم، مخيم بعيد عمي، ما يخدمني انا، ما يخدمني، جيب بنزين وحرقني وفضت راحت. هي ها خيمه ذيك بخيمه، بس شنو هذا قريب على المدينه بالنسبه للمخيم. عندنا طلبه، عندنا مرضى، دراجع بيهم، عندهم ملابس، لا عندهم حفاظات، جاي نشتري فلوس ما عندنا، زلمتي جاي يطلع يشتغل يسحبون الباج منه يقولوا له ما نخليك تطلع من المخيم. زين احنا بشنو اذا ما هو يطلع ويشتغل بشنو نعيش؟ ما عندنا شيء ثاني نعيش به، واني عندي غير كيلو وحده واريد اطلع اراجع فلوس، ما عندي فلوس، زلمتي ما يمو فلوس، وعاني حيل من المخيم، جانا الحار، ردنا ثلاجات نبرد بيها ماي، سقفيات جايتنا الحار، بيوتنا غادي مو مأمنة، نرجع يردون نرجع على مناطقنا، مناطقنا ما يرجع عليه، ماكو أمانة هنا، احنا بغارية وغارتنا ما يرجع عليه على الحدود السورية، وبيوتنا خذتها الجيش ما يخلونا نطب على بيوتنا، خذوها الجيش ما يعلبنها على الحدود السورية ما يخلونا نطلع عليه، وما نقدر نروح احنا على ذاك المكان، المخيم ذاك ما نقدر نروح عليه، احنا بسدنا هنا المي ومرتاحين، بياخذون عظهره احنا واطفالنا، شو يصير فينا؟ اطفالنا تموت، تحملوا المسؤوليه هم؟ جهانا بالمدرسه، جهانا اطفالنا هنا بالمدرسه، يروحون بسدنا المدرسه يروحون ويرجعون عليهم امان، اما هناك شو يوديهم؟ من اللي يروح يجيبهم ويرجعهم من غادي على المدارس؟طلعونا من هنا، شكون طلعتنا احنا من هنا؟ طلعونا لبيوتنا، شي ما عدنا، شكون بقيتنا بالمخيمات؟ عندنا طلاب بالمدرسة، عندنا تسع طلاب بس بالمدرسة احنا هالبيتين، واحنا ست عوائل، لا واحد يصرف علينا، لا واحد يدرينا بكل شي، على شكون لو طلعتونا فوق؟ تتموتونا هنا موتونا، برا ما نطلع. وزلمتنا خلتوا ذبيتوا بالسجن، والله لا ذن ببلاشي، عبان اسم جدو يختلف. هذا مو شيء، والله العظيم مظلومين مظلومين، من الاول للاخير، من قبل من راح صدام حسين انظلمنا. الى حد هذا اليوم ما شفنا راحة. نهارنا وعيوننا بالقع نبكي. خلاص عاد شوي دحكم علينا بطار في عيونهم. لا تدحجون علينا هيجي. ارحموا من البشر تعنا الله يرحمكم. خما نظل مظلومين، لو ذبحونا وخلونا خلاص، لو عفونا على مكاننا ما شوفونا، عفونا لديارنا، خلينا نطلع ونخلص من هالعيشه. عندي جهال مرضى وعندي اطفال بالمدرسه ويريد يطلعونا على المخيمات ذنيك، احنا كل نهار مهجولين من قاع على قاع، خلونا مشبوبين هنا المان نشوف الله وين يودينا،
وعندنا اثنين معوقين سقوطة فردنا بلا يروحون ولا يجون ومرضى وكل النهار راجع بهم على طبه وعشي وما نقدر تيد تسوون لنا كتابات وتطلعونا على ديارنا يسوون ما تيد تسوون خلونا قاعدين هنا احنا طالعه ما نطلع من هنا. جينا البارحه بقرار مؤذي الى جميع المخيمات، ناس مهجره تعبانه، اللي عنده مريض، اللي عنده معوق، اللي ما عنده راتب، اللي ما عنده اي وسيله يدبر نفسه بيها. تفاجئنا انه يريدون ينقلون المخيمات من هذا المكان الى مكان صحراوي يبعد عن هذا المكان ما يقارب 10-15 كيلو. فمن هذا الباب الناشد الحكومة مناشدة إنسانية، ما ناشدها بشيء خاص أنه كمواطن، لا للنفع العام. نريد الرأفة بحال المهجر، طلع منك من ضيم وإجى هنا حتى يرتاح، ما إجى حتى يشوف ضيم أكثر من الضيم اللي شافه. عندي أطفال ووضعنا تعبان حيل وندور مساعدتكم، بس احنا قاعدين هنا بالمخيم يعني الحر شاتنا شاتل هاي، لسعنا بالشهر الثاني والحر صامتنا الصمت. وندور مساعدتكم، والمواد الغذائية جاي تجينا والله ما تكفينا، ما تكفينا، ويا ريت يعني تساعدونا. والله احنا انهزمنا من الظلم، والله ايش تعرف داعش كان مسوي علينا حصار قاعدين قاد، والله عفنا بيوتنا، بقنا اثاث البيوت وطلعنا. والله هسه نرجع يمكن لو ما يرجعونا ببلاش ما نقدر نرجع، يعني هسه جينا هنا قعدنا بالمخيمه، لا خلونا الزلم تطلع انطونها باجات هاي يروح يشتغل يجيب لعيلته. والله تعبان حال هنا، حاله تعبانه والله، يعني حال من الطلعه من المصرف الوجبه ما تكفي، جنا 60 كيلو وطحين احنا 10 نفر شي كف، حتى لو يوميا قرصتين خلص. وهنا يريد ياخذنا على المخيم ذاك، احنا ما نريد الطلعه هنا، طلابنا يدرسون هنا والمدرسه قريبه علينا ما اكو واحد ما يتمنى، اكو واحد ما يتمنى على ديرته وبيته، بس والله الوضع تعبان قادي، السلام موفره لا كهرباء لا ماي، وماكو مساعدات، ماكو وجبه غذائيه، ماكو برمانه بعد يعني لسه ما مشت. وريد ينقلونا على المخيمات هذيك، علش ينقلون احنا هنا بالمخيمات هاي خيرنا من هيك من المخيمات الفوق. وعندي اطفال هذول ابوهم مو هنا اخذين الدواعش له سنتين ما نعرف عنه شيء، ومنظمات ما جاي تجي صحيح، ما منظم نهار تجينا وشهران ما تجينا، والغذائيه ما تكفينا جانا الحار وريد ثلاجات، لا عندنا مي بارد لا عندنا اي شيء، ريد مبردات، حار هسه شاتلنا الحار. واحنا والله احنا وكلاب عايشين جميع، الكلاب منين تفوت على الخيام تفوت على هاي ماكو، يعني نخبز على لايلون يعني على التنور الوحل نخبز بهدوم وبلايلون نخبز، وما عندنا لا قناني لا عندنا طباخ لا عندنا اي شيء.